ساعات وتنطلق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، والمقرر بدء جلساته اعتبارا من غد، لتدخل مصر في حقبة جديدة وعصر جديد شعاره الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. مساحات مشتركة وحوار يتسع للجميع، الكل يشارك، أصوات اليمين واليسار، الكل في نقاش من أجل الوطن. جهد وعمل متواصل من مجلس أمناء الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل من عام 2022 للحوار الوطني، عمل متواصل منذ أكثر من عام تمت خلاله عقد العديد من الجلسات التحضيرية، ووصلت إلى 24 اجتماعاً عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي نحن بصدد انطلاقها غداً. 24 اجتماعاً بواقع 250 ساعة عمل متصلة لمجلس الأمناء و2000 ساعة عمل للأمانة الفنية، لتبدأ الجلسات النقاشية بين كل فئات المجتمع للخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ بعد تبادل كل الآراء. ومن المقرر أن تعقد جلسات الحوار الوطني بشكل منتظم ومستمر 3 أيام أسبوعياً، الأحد مخصص للمحور السياسي، والثلاثاء مخصص للمحور الاقتصادي، والخميس مخصص للمحور المجتمعي، بواقع 4 جلسات في اليوم لكل محور. والهدف في النهاية حوار وطني يعزز ويرسخ دعائم الجمهورية الجديدة.